وضمن فقراتنا أيضا عوامل مهمة جدا يجب مراعاتها وأنت تشتري الآيفون 16، وفي زوايا المراسلين من تونس مع أحلام العبدلي التي تتحدث عن تعديلات على قانون الأمومة ضمن إجازة قبل الولادة، ومن مصر من القاهرة مع سمر باشات جريمتان متشابهتان في أسبوع واحد. الله يستر. ليش؟ بعد قليل. الخلل في صحة القولون ممكن يكون سبب كثير من المتاعب. ما هي تأثيرات صحة القولون على راحتنا؟ هنتعرف عليها مع الزميل ليث بزاري. يسعد صباحك يا ليث. صباح الخير ريم. صباح الخير. القولون مهم بشكل خاص لأنه موطن لميكروبات أمعائنا الذي يتكون مما يقدر بنحو 39 تريليون خلية ميكروبية. الميكروبات الموجودة في أمعائنا تخلق مركبات كيميائية تسمى المواد النشطة بيولوجياً، وتتفاعل هذه المركبات مع الدماغ والأعضاء والجهاز المناعي. كما أن الأمعاء تشبه مركز القيادة والتحكم في نظام المناعة بأكمله، وباختلاف التوازن قد تدخلك في متاهات صحية. ولا يمكن للأمعاء غير المتوازنة أن تؤدي فقط إلى حالات مرضية مثل متلازمة القولون العصبي والانتفاخ ومرض كرون فقط، ولكنها أيضا عامل رئيسي في العديد من الأسباب الرئيسية للأمراض. فالأمعاء غير المتوازنة تؤثر أيضا بحالات المزاج والصحة العقلية، خاصة وأن 70% من هرمون السعادة السيروتونين يتم إنتاجها في الأمعاء. ولكن تكون سعيدا أسعد عندما تكون أمعاءك أسعد، وريح قولونك يرتاح بالك كما يقال. يعني السعادة تبدأ من القولون. بالضبط. صح كده؟ شكراً. رح نتابعك موضوع أنت والضيف، أكيد رح يكون أكيد موضوع أكيد. مهم جداً للجميع. بالفعل خصوصاً بعد وجود هذا اللقاء. شكراً لك ليث، ورحب في الاستوديو باختصاصي أمراض الجهاز الهضمي. ولأن مشاهدينا الأخبار من هنا وهناك، يشاركنا فيها الزميلان ليث بزاري وولاء بسرى. يسعد صباحكم مرة أخرى. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير حنين. أخبار الصباح. صباح الخير حنين. نبدأ بالخبر الأول. تفضل. عند قيادتك للسيارة في المرة القادمة عزيزي الرجل، احرص على أن يكون صوت جهاز الجي بي اس ذكورياً لتعزيز سلامة القيادة. فقد أشارت دراسة صينية جديدة إلى أن الأصوات النسائية في أجهزة تحديد المواقع في السيارات يمكن أن تدفع الرجال إلى المخاطرة أكثر في أثناء القيادة وتزيد خطر وقوع الحوادث. الباحثون وجدوا أن الرجال كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% إلى كسر إشارات المرور عند تلقي تعليمات من الأصوات النسائية التي تتميز بنبرة صوت ناعمة، كما كانوا أكثر عرضة لعبور الجسور بشكل أسرع من أولئك الذين استمعوا إلى الأصوات الرجالية. يعني شو هالدراسة العنصرية هاي ضد النساء؟ كل يوم بتجيبولي دراسة على النساء وتأثير النساء وأهمية النساء. مرة طلع لنا خبر عن الرجال. محصرينك محصرينك. لا يقول هذا دليل إنه الرجل قلبه رهيف يتأثر حتى من الصوت الرباط. عارف قديش ما بعرف قديش بنقدر نعمم. بالضبط. على كل حال برضه في زائر بالأولمبياد ولكن من نوع آخر. بينما كانت كل الأنظار تتجه نحو المحيط الهادي خلال اليوم الأخير من منافسات السيرف ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تاهيتي، هناك ظهر ضيف مفاجئ وهو حوت نادر. الحوت قفز وأعطى المتفرجين والمصورين أمتع لحظة أولمبية يمكن أن يروها في حياتهم، حسب ما نقلت طبعا الصور من وكالة أسوشيتد بريس. يعني لعل اللقطة هذه تكون ذكرى جميلة. خلينا نروح على بيت ميسي. منزل ميسي أو ليونيل ميسي ضحية المناخ، إذ قام نشطاء بيئيون من حركة المستقبل الأخضر بتلطيخ واجهة منزله في جزيرة إبيزا الإسبانية بطلاء، تنديدا بما وصفوه بمسؤولية الأغنياء عن أزمة المناخ. حاملين لافتات كتب عليها ساعدوا الكوكب، اقضوا على الأغنياء، أبلغوا الشرطة. واشترى ميسي العقار في جزيرة الجزيرة المتوسطية طبعا عام 2022 من رجل أعمال بتوقع ثري سويسري مقابل 11 مليون يورو، ما يعادل 12 مليون دولار.
أنا بس عندي سؤال لهؤلاء المدعون أنهم يعني يسووا هذه التظاهرات عشان البيئة، هم سبحوا للجزيرة يعني عشان خوفا على البيئة ومراعاة للبيئة، ولا استخدموا قارب وجدفوا فيه؟ ما هو أكيد القارب بلوث فيه له بنزين وفيه له بترول وفيه له، فيعني أنا أستغرب من مبدأهم وفكرهم التخريبي وهم مخربين. هذا بتلاقيه كتير بشكل كبير بالجيل زد، هم دائما بيناصروا القضايا اللي بيعتبروها قضايا كونية، يعني بغض النظر عن قديش هم involved أو يعني مقربين من المشهد أو من أي شيء، بس هم بيعتبروا أنه هذه قضايا لازم تنتصر لها البشرية، وأكيد التغير المناخ على رأسها. يبدأوا بنفسهم أولاً وبيسافروا كتير على مناطق بآخر العالم حتى يقوموا بمظاهرات واعتراضات على مشاريع معينة. يسافروا بمساط الريح ولا بالطيارة؟ بالطيارة أكيد. وبعدين على قصة الطيارة، في مطار بفرنسا ألغي مشروع هذا المطار في مدينة نونت بسبب هاي الأشياء، يجوا من كل أوروبا يتظاهروا ضد هذا المشروع. الجيل الشاب على كل حال، جيل زد، الجيل الجديد، وهناك استطلاع جديد ترامب يتفوق عن موضوع العمر الافتراضي للصداقة. ليث بزاري يطلعنا على المزيد من التفاصيل، تفضل. ويبقى friend in need is friend indeed، الصديق وقت الضيق. طبعا مع تزايد انشغالات الحياة يصبح لدينا وقت أقل للأصدقاء، خصوصا إذا كانوا يعيشون بعيدا، حيث يفقد الاتصال بهم تدريجيا. يقال إن هناك مدة صلاحية للصداقة، وبحسب دراسة أمريكية فإن متوسط عمر أي صداقة 7 سنوات، وإن تجاوزت هذا العمر فإنها تتحول لصداقة أبدية أو صداقة العمر أو صديق للعمر. الدراسة تؤكد أنه مع تقدم العمر تضيق دائرة الصداقة وتتلاشى بعض الصداقات، وفي النهاية سيكون الأمر الحتمي انقطاع الاتصال. وأيضا يقول الباحثون أن 65% من الناس يعانون من نزاعات وخلافات مع أصدقائهم مع مرور 6 سنوات على العلاقة. وكما تنطبق فكرة الحكة السابعة أو الهرجة السابعة على رأي المصريين في علاقة الحب، فإنها تنطبق أيضا في علاقة الصداقة مع مواجهة تحديات مشتركة بين الأصدقاء. وفي النهاية فإن تكوين الصداقة سهل، لكن العثور على أصدقاء حقيقيين هو الأمر البالغ الصعوبة. إلي كريم، وموضوع يعني مهم جدا بخصنا بحياتنا الطويلة وأي حياتنا اليومية، وليس فقط أكيد طبعا في حياتنا العادية، بل طبعاً كل يوم ضروري يكون عندنا أصدقاء وفيين، مش بس أي أصدقاء العمر. شكرا لك ليث، أرحب بالدكتورة منار رياحنا، الاختصاصية النفسية والمعالجة الأسرية. سعد صباحك منار. أكيد الأسرار والتسريبات المنتشرة ينقلها لنا الزميل ليث، تفضل ليث. شكرا ريم. رح تشتري الايفون الجديد اذا نزل هلا قريبا؟ والله انا اشتريت واحد ايفون بالغصب، اشتريته بس عشان كانوا متنمرين عليه، ولكن يعيش الاندرويد. على كل حال هو حسب شو في مميزات جديده بتفيدنا ولا لا، نشوف. يلا. التسريبات المنتشره كثيرا اغلبها قد يكون غير معقول، لذلك اخترنا لكم الاكثرها موضوعيه وواقعيه. يعتقد المحللون أن الألوان الخاصة بالآيفون الجديد ستكون متاحة باللون الأسود والأخضر والوردي والأزرق وكذلك الأبيض، مع عدم وجود خيارات أرجوانية أو صفراء. وضحت الكثير من الصور عملية المقارنة بين طراز آيفون 15 برو ماكس وهاتف 16 برو ماكس مدى كبر حجم الهاتف، لكن من غير المتوقع أن يكون الحجم مختلفا كثيرا بين آيفون 16 وآيفون برو ماكس 16. USB-C بورت بعد أن انتقلت أبل العام الماضي لشواحن من Type-C، المتوقع ألا يحدث أي تغيير عليه هذا العام في طراز آيفون 16. ومن المتوقع ألا تحدث ثورة كبيرة في عالم الكاميرا، على الرغم من التوقع أن تتحول الكاميرا من برو ماكس إلى تيلي فوتو، وهي عدسات كاميرا مصممة لإعطاء صورة كبيرة لجسم بعيد والبقاء على دقة 48 ميجا بيكسل. نعود إليك يا ريم، ويعني ما بعرف في تغيرات كثيره، فممكن يتناسب بعض الاشخاص. على كل حال التصوير مهم صار هلا، هذا اهم شيء بالنسبه لك، الميجا بيكسلز هو التصوير. شكرا لك ليث. عموما حناخذ تفاصيل اكثر، نرحب بضيفنا من
رحب بمدرب اللياقة البدنية جانتي شعبان. يسعد صباحك جانتي. صباح. وأيضا زميلا ليث المهتم بالرياضة أيضا ينضم إلينا. أخذ فترة أخف شوي. خفيت زي أنا كنت مسافرة فكنت أستخدم زي ما نصحتنا ديك المرة اللي هي الرباطات هذه كانت معايا في السفر فاستفدت منها مرة كثير. هاي ثقافة الرياضة. هذا هو المهم. طيب جانتي السؤال اللي يطرح نفسه عشان أنا أحرق دهون الجسم. في ناس يقول لك الصيام المتقطع وأكل وجبتين في اليوم هل هذا رح يحرق الدهون؟ لا مو بهالشكل بالعكس، هاي أنا أعتبرها ترويج زائف. رفع الأثقال بساعد بحرق الدهون؟ في عندك طريقتين برفع الأثقال، في بنات بيفوتوا بالنسبة لحرق الدهون على أساس بطريقة البادي بيلدينج وهذا غلط، هذا بيزيد السلولايت وبيزيد الدهون على حساب أنه البنت بها إستروجين ما فيها تستوستيرون، أو تفوت للجيم على حساب أنه هي تحرق العضلة أثناء الحركة وما تأخذ التمرين على طريقة البودي بيلدينج. تأخذ التمرين على طريقة كروسفيت على أنه تنشط العضلة حتى الشعور بالاحتراق وارتفاع حمض اللاكتيك وهذا يخلي العضلة تصير احتراق وتشد تصير صلبة. إذن هذا اللي إحنا نبغاه صح؟ هذا اللي المفروض يسويه البنت. إيش التكنيك حقه ده؟ تكرار حتى التعب حتى الشعور بالاحتراق. لما يصير البنت تحس بالاحتراق تزيد أكثر لأنه هسه بلش حرق الدهون أو تكسير النسيج الدهني. وشرط أن تكون الأوزان عالية؟ No, لا ما بيصير. إذا رفعنا أوزان هنا ما راح تصير تكرارات تتعدى 10 أو 12. لهذا السبب أنا أريد أكثر من 20 أو 20 أو 25 تكرار في الجلسة الواحدة؟ في التكرار الواحد بدون راحة مع الانتقال لتمرين ثاني. كم وقت لازم؟ بمجموعة التمرين مثلا الأبر بودي ما يأخذ أكثر من 20 دقيقة لأنه التمرين للبنت لازم يكون 40% رفع أثقال اللي هي التمارين و 60% إلى 80% كارديو. والله عناء يا ريم. مو سهل علينا يعني. لهذا السبب كنترول. بس طيب. هو ده الأكل هو اللي متحكم control. في حركة. شقد تأكلين شنو تدخلين شنو جسمك يظهر أو شنو تعملين وياه. نعم. كعادتنا طلع لي على الكاميرا هون وأعطينا نصيحة حلوة للسيدات في ممارسة الرياضة والتقليل أو حرق الدهون. أوكي. تفضل. نصيحتي لهم لا تأكلون السكر على معدة فاضية. هاي قاعدة. ابدا شو ما كان اسلوبك السكر ينأكل بعد الوجبه او بوقت يكون انت حاسه بالشبع مش بالجوع لانه لما تجوعين هذا الانسولين يريد سكر فلهذا السبب لما يفوت الانسولين حرمتي جسمك من التغذيه وتحول دهون. نبدا ببروتين. لا مش بس بروتين يكون في بالانس يكون في بالانس. الشغله الثانيه هذا لا تلبسه. نعم هذا ليش؟ بيعمل سلولايت. طيب يعمل سلولايت بخنق الجلد صراحة. صدمتني جدا جانتي ولكن نصايحك دائما مهبة. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا ليث. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة بعد قليل ما تبقى من أخبار الصباح.